التحسن المستمر. عشان تحسن نفسك باستمرار يبقى لازم تقرأ. هل يا ترى انت من النوع اللي بيحب يقرأ؟ عارف كتاب واحد بس الكاتب عشان يكتبه؟ لو انت كاتب او انت بتكتب، انت مثلا مجرد تاخد كتاب، مقالة بتقراها في الجورنال، حد يقف يتكلم معاك في التلفزيون زي ما انا واقف هنا. انت عارف عشان احط لك المعلومات دي خدت مني كام سنة؟ خدت مني كام كتاب قريته؟ لو تسمع الارقام بتقول مش معقول، اخدت سنين. الكتاب عشان يتكتب، انا عارف، انا نفسي انا شخصيا بكتب. اول كتاب خد مني 20 سنة افكار، انا مش كاتب فانا بكتب. قعدت اجمع ومش راضي عنه، واجمع تاني ومش راضي، وبعد كده كتبت اول كتاب، بعد كده التاني خد مني حوالي سنه ونص، وبعد كده التالت والرابع والخامس. حاسس نفسك بتحب تقرا، ايه اخر كتاب قريته؟ اتعلمت منه ايه؟ بتحب تقرا تقعد عارف كتاب واحد الكاتب بيكتبه، خبراته، تجاربه، سفرياته، دراساته عشان يكتب كتاب غير ابحاثه عشان يعرف يكتب الكتاب ده. دلوقتي خليني اقول لك حاجه، احصائيه من جامعه ستانفورد قالت لك لو قريت 3 كتب من نفس النوع تبقى من أقوى 5% في العالم في هذا النوع. لو قريت 3 كتب في المبيعات هتبقى من أقوى 5% في العالم، أقوى في المعلومات، في المعرفة، في المبيعات. لو قريت 3 كتب في الدوافع، في الحماس، في القدرات الشخصية، في القدرات الكامنة، في التسويق، في الإدارة، تبقى من أقوى 5% في العالم في الإدارة. ولما تبدأ تحطها في الفعل تبقى غني، ولو أنت متزن روحانيا توصل للسعادة المتزنة. مش محتاجة سر للنجاح، استراتيجيات للنجاح. الناجح بيستخدم استراتيجيات محددة بتنجحه، واللي هو انا مش عايز اقول كلمة فاشل لان مفيش فشل، لان النجاح والفشل دول نتائج. عشان كده من اول حاجات اللي انا اتعلمتها في العلوم الحديثة لما بدأت الكلام ده، بدأت من اكتر من 20 سنة، قال لك ليس هناك فشل ولكن هناك خبرات وتجارب ونتائج، في مهارات مش فشل. انا عملت حاجه ما ادتليش النتائج اللي انا عايزها، رحت مسميها فشل؟ لا ما اسمهاش فشل. انت اللي انت عاوزه ما حصلتش عليه، يبقى تغير بالمرونه وترجع تاني وتغير اسلوبك. لغايه امتى؟ لغايه ما تحصل على النتيجه اللي انت عاوزها او تكون قريب منها. عشان كده التحسن المستمر بيبدا بالقرايه. ابدا بالقرايه الاول، انك تقرا، انك تسمع اشرطه، اسمع سيديهات، حطهم في عربيتك، انت اتعلمت من الكتاب اللي انت قريته. عشان كده انا بقول للناس باستمرار، من المهم ان تتعلم، ولكن من الأهم ماذا أصبحت مما تعلمته. أنا أصبحت إيه؟ هل اتحسنت في حاجة؟ لو لا يبقى ضيعتك على الفاضي. أنت بتسمع وخلاص، تخش هنا وتطلع من هنا. لازم لما تتعلم حطها في الفعل، قيمها، اظبطها على نفسك، إنك بتاخد بدلة وبتظبطها على نفسك، بتبقى بتاعتك أنت دي. ففي الحالات دي تلاقي، عارف، كل يوم بتتحسن. كل ما تقرأ بتحس بروعة داخلية. أنا بالنسبة لي قراية في حاجة اسمها باشن. باشن يعني أكتر من الحماس. أنا ولادي، بناتي وزوجتي امال، لما اكون ماشيين مثلا في شوبينج مول ولا حاجه ولقوا مكتبه بيخبوها مني، لان بس دخلني جوه انا هقعد في المكتبه واحط كل الكتب حواليا واخرج واخد نصها، لان كتاب واحد بس ممكن يحول حياتك 180 درجه. وكتاب بيكلف كام يعني؟ بس في شرط، لازم تروح انت بنفسك وبعدين تقراه وحطه في الفعل، وانت تحسن حياتك هتلاقي الكتاب ده اللي هو ما بيتحدش يمكن 10 جنيه او 20 جنيه او حتى انفاصل فيه، ممكن يغير حياتك بحالها، ممكن يكون الصحوه اللي تخليك تفوق لنفسك وتحط نفسك في الفعل وتتحرك في الاتجاه اللي انت رسمه بالرؤية. فأول حاجة في الجزء اللي احنا كلمنا فيه، جزء الشخصي، هو الرؤية. تاني حاجة فيها التحسن المستمر، وتالت حاجة فيها الاعتقاد الذاتي، وده اللي احنا هنتكلم فيه ان شاء الله لما نيجي المرة الجاية، في الحلقة الجاية، في المحطة الجاية، في الطريق الى النجاح. فلغاية ما اشوفك بإذن الله ان شاء الله، افتكر باستمرار، عش كل لحظة كأنها أخلاص حياتك، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بتطبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام والرسل الأنبياء وصحابه أولياء الصالحين، بالكفاح، بالفعل، بالالتزام، بالإصرار، بالانضباط، بالصبر وبالحب، وأقدر قيمة الحياة.